عتبة العباسية المقدسة يعني اهتمت في هذا الموضوع وفي زراعة هذه الأشجار والأحزمة الخضراء في كافة مواقع اللي تابعة للعتبة المقدسة والمحيطة بمحافظة كربلاء. باشرنا بسبب يعني لاحظنا احنا التغيرات المناخية اللي دا تحدث والعواصف الترابية اللي حدثت في الفترة المؤخرة واللي ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة. يعني احنا نرجع بالتسلسل العكسي الى السبب الرئيسي في حدوث هذه التغيرات المناخية وهو ما يطلق عليه بالاحتباس الحراري. فأهم طريقة للحد من هذه الظاهرة وتقليل تأثيرها هي زيادة المساحات الخضراء. الأحزمة الخضراء ما تكتمل في هذه المواقع حاليا تبلغ مسافتها تقريبا 250 كيلومتر بعرض 100 متر. ال 100 متر تشتمل على جدران صد على الخارج من أشجار الكاليبتوز والبيزة وأشجار الزيتون، ويتخللها في المنتصف أشجار النخيل. موضوع الأحزمة الخضراء يحتاج إلى تمويل، فارتئينا أنه ننشئ يعني مع الأحزمة الخضراء مزارع ترفد أو تمول هذا المشروع كزراعة المحاصيل. لجأنا إلى زراعة المحاصيل الاستراتيجية الخضرية، زراعة النخيل اللي يعني يعتبر بمردود مالي كبير. وكانت الخطة أنه تتقسم الزراعة على مراحل. المرحلة الأولى بلغت يعني نحاول نوصل بها لل 50,000 اللي حاليا مزروع فعلا 24,000، و 24,000 في طور الزراعة الآن على مدى سنة أو سنتين راح إن شاء الله ننجزها ليبلغ العدد حوالي 50,000 فسيلة، بالإضافة إلى زراعة الأحزمة الخضراء في اللي تتضمن أشجار الكاليبتوز وأشجار الزيتون وأشجار الألبيزة. وكل هذا طبعا ساهم عندنا في وسيساهم يعني ساهم وسيساهم أكثر إن شاء الله في المستقبل في تحسين الوضع البيئي لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة وهو عنصر مهم في إشغال الأيدي العاملة وتشغيلها في هذه المشاريع.